صباح الخير يا منى، صباح الخير يا مصطفى، وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا. هنبدأ طبعا جولتنا المرورية دلوقتي، وهنبدأ طبعا من في مناطق مختلفة من مصر، وطبعا من محافظة القاهرة هي البداية. شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية دلوقتي مكملة لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو في بعض الكثافات البسيطة. عند كوبري الجلاء هنلاقي ان في سيولة مرورية مكملة لطريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدايق اللي جاي من الزاوية متجه للفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطارية للقادم من الكابلات، كورنيش النيل اللي جاي من المظلات، في كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة لحد وسط البلد. تعالوا مع بعض نروح دلوقتي محافظة الجيزة وشارع الهرم، في حركة السيارات هناك فيها بطء، ولكن ده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية في منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل، كثافات من شارع العشرين والحد الطلبية، كثافات أيضا للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. أما في محافظة المنيا ففي سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق، لو مشينا على الطريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا هنلاقي إن في سيولة مرورية. طريق الشيخ فضل في سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة. أما طريق المنيا مغاغة ففي بعض الكثافات البسيطة الغير مؤثرة. أما الطريق الصحراوي الشرقي ففي كثافات مرورية بسيطة. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح محافظة الشرقية. طريق الزقازيق منيا القمح فيه سيولة مرورية، أما الحالة داخل مدينة الزقازيق فهنلاقي إن فيه كثافات مرورية بسيطة في طريق المحافظة والجامعة. كمان فيه سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لدرب نجم. أما طريق أبو حماد للإسماعيلية فده ماشي بشكل كويس ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركة المرور. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة، وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون معتدل الحرارة نهارا على الأنحاء كافة، في شبورة مائية كثيفة الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كمان في فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط بورسعيد وشمال سيناء، تمتد لتكون خفيفة لمناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة. كمان في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 21، أعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 26، وأقل درجة حرارة في كاترين 15 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.